نتيجة النقص الحاصل يعني بالمعلومات من الطلاب اللي أول ما يدرسوا جامعة وبيوصلوا لمرحلة من آخر سنوات التخرج وبدهم يتخرجوا، فهن ما عاد يعرفوا إذا بدهم يكملوا ماجستير وشو فائدة الماجستير عن هن شهادتهم كخريجين جامعة. شو بيفرق بين أن أكون خريج وبين أن أكون معي حامل لدرجة الماجستير؟ فنحن بدنا نحاول نبين نزيد نتيجة هالفجوة الحاصلة، بدنا نحاول نبين للطلاب اللي هن بآخر أو متخرجين ومتحمسين لتقديم الماجستير أو الذين قدموا على الماجستير شو أهميته لهذا الموضوع. فنحن كانت فكرة المؤتمر من لسد هالفجوة. بلشت الفكرة من ناحية الحاجة اللي لقيناها نحن بالمجتمع عن طلبة الجامعات لهيك مؤتمر. فبناء على هذا الموضوع نحن لقينا ما في يعني في نقص واضح، ما في أي جهات عم تعمل هذا الشيء، فنحن حبينا نعمل هذا الشيء كفكرة كأول مرة بصير بسوريا هيك مؤتمر تعريفي منظم من قبل جهة غير حكومية لدراسات الماجستير. هلأ المؤتمر هو عبارة عن 10 محاضرات موزعة على يومين، كل يوم هو عبارة عن 5 محاضرات. جو كتير مناسب لأي طالب متخرج حابب يتعرف كيف شو بده يعمل بالمستقبل، شو الماسترز اللي بده يدرسها، شو المنح المتوفرة الموجودة هون داخل سوريا وخارجها. كان الجو كتير منيح، طلاب كلهم عبروا كل واحد شو الشيء اللي ما عنده معرفة فيها وشو الشغلات اللي بحاجة انهم يتعرفوا عليها لحتى يقدروا يجيبوا الكفاءات المناسبة لهم ليقدروا يقدموا برا. كان اليوم كتير رائع، وخاصة لما بلشنا نحكي عن الماجستيرات وأنواع الماجستيرات. شكر الدكتور طبعا المعلومات القيمة اللي عطاها، أنواع الماجستيرات سواء تأهيل وتخصص أو الماجستيرات البحثية، الماجستيرات اللي داخل سوريا أو الماجستيرات اللي خارج سوريا، فعطى فكرة شاملة كاملة عن كافة أنواع الماجستيرات. هذا أهم شيء كان مميز اليوم اللي لاحظته أنا اليوم. هلأ أنا اللي بدي إياه مستقبلا مو بس الماجستير، خلينا نكفي على الدكتوراه كمان، إذا فينا نعمم هذه الفكرة لدراسة الخريجين الماجستير بيروح على الدكتوراه كمان بتكون فكرة رائعة جدا، لأنه فعلا بحاجة لهذا الموضوع داخل سوريا.